بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. في البدايه بشكر كل الناس اللي كلمتني، كل الناس اللي بعتت لي رسائل خلال الفتره السابقه علشان تطمن عليا وعلى اسرتي بعد الاصابه بفيروس كورونا. يا رب يحفظ مصر والمصريين وكل الناس جميعا. بعد غياب راجعين لحضراتكم النهارده بحلقه مهمه جدا، حلقه مميزه هتكون مع المدير الفني الاجنبي لقطاع الناشئين مستر بروكيتش. النهارده هيكون معانا في الجزء الثاني. ما شاء الله الناس الفتره اللي فاتت كانت مبسوطه جدا، كل الاهلاويه اللي تابعوا كاس الرابطه، شفنا مباريات الاهلي امام الجونه، امام الاسماعيلي، امام المقاولين العرب. زمان لما كنا بنشوف قطاع الناشئين كنا ممكن بيطلع واحد او اتنين في الموسم، لكن النهارده لما نشوف في بطوله زي بطوله كاس الرابطه مستر موسيماني يعتمد على فريق كامل، النجاح الكبير دوت اكيد في شغل كبير داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي. من اول يوم هنا طلعنا في برنامج الاشبال وكنا بنراهن دايما الناس ونقول ان احنا عندنا قطاع ناشئين قوي، عندنا ناشئين موهوبين، كنا دايما بنسلط الضوء عليهم. في الوقت الناس كانت بتقول فين ابناء الاهلي، فين ناشئين الاهلي، دايما قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ولاد على مدار تاريخه. فعلا الفتره دي والخطه اللي اتحطت من 3 سنين علشان نبدا نحصد النجاحات بتاعتها الكبيره والشكل الحلو اللي ظهر خلال الاسبوعين اللي فاتوا، الحديث كله هيكون مع مستر بروكيتش. مستر بروكيتش اللي النادي الاهلي اتعاقد معاه الموسم الماضي علشان يحط الفنيات، يوحد طرق اللعب، يحصل تواصل ما بينه وبين الفريق الاول. علشان كده ما شاء الله شفنا لعيبه كتير خلال الفتره دي، ولسه ما زال عندنا قطاع الناشئين ما شاء الله في لعيبه كتير مواهب لسه هتاخد فرصتها خلال الفتره القادمه. ودايما هنقول ان قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ولاد على مدار تاريخه. كل الكلام ده هيكون مع مستر بروكيتش في الجزء الثاني ان شاء الله من حلقتنا. بكره ان شاء الله كل المصريين الساعه 6 ان شاء الله بتترقب او بتنتظر لقاء مهم جدا، منتخب مصر امام الكوت ديفوار. كوت ديفوار من المنتخبات القويه جدا في قاره افريقيا، لكن احنا ان شاء الله عندنا منتخب مصر. منتخب مصر لما بنتكلم بنقول يعني التاريخ. لما نشوف مواجهات مصر امام كوت ديفوار في بطوله افريقيا، الحمد لله كل مواجهاتنا مع كوت ديفوار دايما كانت الغلبه فيها لمنتخب مصر. قابلناهم 7 مرات في بطوله كاس الامم الافريقيه، فزنا في 7 مرات، ان شاء الله تكون المره الثامنه بكره. محمد صلاح ورفاقه بكره، المصريين بيعولوا عليهم الكثير والكثير بكره. أنا مش قلقان من منتخب مصر بكره وحالته. إحنا خسرنا من منتخب نيجيريا في ضربة البداية، منتخب نيجيريا من المنتخبات القوية خرج أمام تونس. منتخب تونس اللي واجه بذكاء منتخب نيجيريا، كسبنا المباراة الثانية غينيا بيساو وكسبنا المباراة الثالثة السودان. أنا بكره كل تخوفي من كيروش ودايما الحاجات اللي بيفاجئنا بيها. بنشوف لعيبة بتتوظف في أماكن غير أماكنها، بنشوف طريقة لعب ممكن تكون مختلفة. هو ده خوفي وقلقي بكرة من منتخب مصر أو على منتخب مصر من كيروش. علشان كده رسالتي النهاردة لمستر كيروش، بكرة زي ما احنا بنقول للعيبة العب السهلة، احنا برضو بنقول لك بكرة حاول تلعب السهلة في التشكيل، في توظيف اللعيبة. بكرة اللي هيدافع صح هو اللي هيكسب المباراة. تاني الحتة دي مهمة جدا. احنا بنلعب في أدوار إقصائية، بمعنى النهاردة اللي هيدافع صح ويخطف الفوز هو اللي هيطلع بالمباراة. شفنا منتخب تونس أمام نيجيريا، نيجيريا من المنتخبات اللي كانت مصنفة إنها توصل نهائي البطولة بعد الأداء القوي اللي شفناه منها في أول مباراة أمام منتخب مصر. لكن تونس والمنتخب التونسي بكل ذكاء رغم الظروف الصعبة اللي كان بيمر بيها في المباراة دي، واجه المنتخب النيجيري بذكاء. عمل ايه النهارده؟ المدير الفني التونسي كان عنده كورونا، بعض اللاعبين المهمين كان عندهم كورونا، لكن النهارده قدر الخطوط بتاعت منتخب تونس كانت متقاربه، قدر يدافع بشكل كبير، قدر يقفل الجبهه اليسرى بتاعت نيجيريا اللي فيها الخطوره. وبعد كده عندهم لعيب موهوب بيقدر يقف على الكوره، يوسف المساكني. علشان كده قدروا يفوزوا بالمباراه. قبل ده كله طبعا الروح بتاعت المنتخب التونسي، الروح القوية جدا اللي أنا بتمنى إن شاء الله لعيبة مصر تتحلى بالروح دي بكرة، الروح القتالية. بكرة بنشوف المصريين كلهم
بيتابعوا لقاء مهم جدا، محمد صلاح ورفاقه يقدروا يصنعوا يعني مش عايز اقول المستحيل، ان في كرة القدم احنا عندنا نجوم كبيرة، محمد صلاح، تريزيجيه، عمر مرموش، النني، عمرو السولية، محمد الشناوي اللي احنا بنقول افضل حارس في الدور الاول، محمد الشناوي تصدياته الرائعة، بنشوف كمان الونش، بنشوف احمد حجازي، ايمن اشرف، كل لعيبة منتخب مصر. هنا ما بنصنفش، ما بنقولش اهلي وزمالك، احنا بنقول منتخب مصر. كلنا ان شاء الله بكره ورا منتخب مصر بنتمنى له التوفيق، ومنتخب مصر زي ما بقول لحضراتكم قادر ان شاء الله انه يفوز على الكوتيفوار، لكن كروش زي ما بقول يلعب بكره السهله. نروح اكتر لناقدنا الرياضي الاستاذ حسام زيد، نتعرف اكتر منه على مباراه بكره وتوقعاته لمنتخب مصر والكوتيفوار. تحياتي ليك يا استاذ حسام. اهلا بيك كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك ولكل متابعي قناه النادي الاهلي، وباذن الله بكره كلنا ان شاء الله نبارك لمنتخب مصر باذن الله. ان شاء الله. شايف بكره مباراه الغد بين مصر وكوتيفوار، شايفها ازاي فنيا؟ هي طبعا يعني تاريخيا نقول برضو انه منتخب مصر وكوتيفوار لعبوا في كاس الامم الافريقيه على مدار التاريخ في 10 مباريات، منتخب مصر فاز في 7 وخسر مباراه واحده وكان التعادل في مباراتين، اذا من الناحيه التاريخيه الافضليه لمنتخب مصر. من باب التفاؤل برضه كابتن اسامه بنقول انه دايما خاصه في المواجهات الاخيره اللي كانت في 2006 في مصر وكانت في 2008 بعدها في البطوله اللي بعدها، كان كل التوقعات بتشير لفوز منتخب كوت ديفوار على منتخب مصر وانه الافضليه ليهم والكلام ده كله، ولكن لاعيبه منتخب مصر كانوا بيثبتوا ان هم فعلا رجاله في الملعب وكانوا بيظهروا روح اللاعب المصري في الاوقات اللي زي دي. بكره مباراه لا تقبل القسم على 2، بكره مباراه يا تكتب التاريخ وتصالح جمهورك بعد البطوله اللي كانت على ارضنا في 2019 وخرجنا من دور ال 16، يا اما التاريخ مش هيفتكر اي حد ما بيصنعش انجاز وبيعمل القاب. انا عندي ثقه كبيره في لعيبه منتخب مصر. كلام كتير على مستر كارلوس كيروش والتشكيل ويا ترى هيعمل ايه. عايز اخدك للنقطه دي عشان دي نقطه مهمه. وقبل بس ما اروح لها، من ضمن الاحصائيه اللي حضرتك قلتها ال 10 مباريات واحنا فزنا في 7، من حسن حظنا ومن حسن التاريخ يعني ان ال7 مباريات كانوا في كاس الامم الافريقيه، فبكره ان شاء الله مباراه بكره في كاس الامم الافريقيه في الكاميرون نتمنى فيها التوفيق. عايز اروح بقى لكروش معاك يا استاذ حسام. كروش دايما بيفاجئنا بلاعيبه بتلعب في اماكن غير اماكنها، ده بيعمل ربكة في منتخب مصر. ممكن كيروش بكرة يفاجئنا بتوظيف لعيبة في أماكن غير أماكنها، ولا بلغة الكرة ممكن بكرة يلعب السهلة؟ هو يعني دايما من أول ما جه مصر هو دايما مثير في تصريحاته وفي تشكيله وفي اختياراته وفي كل حاجة، بس احنا دلوقتي مش في موقف أو في موضع ان احنا ننتقده تاني دلوقتي، بقدر ما احنا هندعمه بكل قوة ان شاء الله ويكسب بكرة. فعلا زي ما حضرتك بتقول يا كابتن اسامه، في تخوف كبير جدا انه بكره يحصل نفس اللي حصل او مشابه باللي حصل في مباراه نيجيريا لما اتفاجئنا كلنا في اول مباراه بلاعيبه بتلعب في غير اماكنها، محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه ومصطفى محمد وتريزيجيه بعد غياب 8 شهور كان بيلعب في مركز غير مركزه، فكان في يعني انتقادات كتير، لكن انا حسيت ان هو الى حد ما تنازل عن العناد اللي احنا كنا بنشوفه عليه ورجع تاني يرجع اللعيبه في اماكنها خلال المباراتين اللي كانوا بعد كده مع غينيا بيساو ومع السودان. الكلام اللي جاي من الكاميرون انه في اتجاه، هو في تفكير ليه لكن مش اكيد، يعني ان هو يلعب ايمن اشرف باك شمال وقدامه احمد فتوح بيزيد مع الثنائي الوسط محمد النني والسولية كجبهة شمال هو عايز يعملها، يعني يا ترى هو هيقدر يعمل ده او فعلا هو في نيته ان هو يعمل ده؟ طبعا محدش يقدر يقول ايه اللي في دماغه تحديدا، لكن ده الاقرب. في سيناريو ثاني انه يلعب ايمن اشرف باك شمال زي ما هو وبدل كان عبد الله السعيد هو اللي بادئ في المباراه الماضيه هينزل مكانه احمد سيد زيزو في وسط الملعب مع النني برضو والسولية، لكن الفكر بتاعه ايه؟ هو عايز السيناريو بتاع المباراه يمشي ازاي؟ ده مهم جدا. انا سمعت حضرتك دلوقتي تتكلم برضو انه اللي هيكون واقف على رجليه دفاعيا اللي هيدافع صح زي منتخب تونس بالظبط، منتخب تونس دافع صح علشان كده كسبوا وعدوا مباراه قويه امام منتخب النيجيري.
بالظبط بالظبط. انا كمان مبسوط انه حتى المباراه الماضيه شويه البعض كان متخوف من محمد عبد المنعم، ان هو برضه لسه الخبره الدوليه، لكن بسم الله ما شاء الله نزل عمل مباراه هايله جدا وسجل هدف. ده برضه هيديله دفعه معنويه قويه لو كان هو اللي هيبدا بكره جنب حجازي. لكن انا بقول انه في النهايه برضه غير الامور الفنيه، الجهاز الفني، العناصر المصريه اللي مع كيروش عليها عنصر مهم فيما يخص الجزئيه النفسيه والجزئيه المعنويه، انه الناس تبدا تحفز اللعيبه. تمام. اكيد اكيد طبعا اللعيبه عارفه انه دي مباراه مهمه، لكن برضه شويه ليله المباراه بتبقى محتاج حد يتكلم في ودنك يقول لك ركز في كذا اعمل كذا. نتمنى ان شاء الله ان كل الامور بكره تكون مهيئه ومنتخب مصر يعدي لدور الثمانيه ان شاء الله. عايز اخدك لنقطه برضه مهمه، محمد صلاح واحد من افضل ثلاث لاعبين على مستوى العالم، واحد بيلعب في اقوى الدوريات كمان في العالم، لكن دايما في كل تصريحاته بيقول اتمنى ان انا احصد بطوله مع منتخب مصر. بكره مواجهه منتخب مصر امام كوت ديفوار، هل بتحط ضغوطات كبيره على محمد صلاح؟ محمد صلاح فعلا زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسامه، هو يمكن ثاني مره النهارده لانه ده ثاني مؤتمر بيحضره، حضر المؤتمر اللي كان في اول مباراه وبيحضر حضر المباراه المؤتمر اللي كان النهارده وبيكرر نفس التصريح بتاعه سواء بشكل صريح او عن طريق التلميح، انه انا بقالي 10 سنين مع منتخب مصر ونفسي اخد بطوله وحانت اللحظه ان انا اخد بطوله. ده مهم جدا لصلاح حتى على المستوى المنتخب وعلى المستوى الشخصي وعلى مستوى انه التاريخ يتذكر محمد صلاح، زي ما كنا بنشوف المقارنه دايما ما بين ميسي والارجنتين، وانه لا ده مع برشلونه بيلعب ومع الارجنتين مش بيعمل حاجه ومش بيجيب بطولات، وميسي لما حصل على كوبا امريكا الاخيره فعلا تحس ان الضغوط اتشالت من عليه. حقيقة. محمد صلاح قدره كده ان هو النجم البارز بتاع الجيل الحالي في منتخب مصر، يعني في اوقات كتير قبل كده كنت بتشوف اكتر من نجم في المنتخب في اكتر من مركز بيشيلوا مع بعض. بالظبط بيشيلوا مع بعض. محمد صلاح قدره انه هو النجم الابرز في المنتخب وهو اللي كل الاضواء مسلطه عليه بحكم لعبه في ليفربول طبعا، وبحكم النجوميه العالميه اللي اصبحت مسلطه عليه دلوقتي في اي مكان بيروحه. تمام. اكيد في ضغوط عليه، لكن انا اعتقادي انه محمد صلاح برضه بقى عنده من الاستزان خبرات، طبعا عنده خبرات كبيره ولعب في اقوى الاحتكاكات انه يقدر فعلا يتعامل مع الضغوط دي، ولكن طبعا اكيد لازم نحط اعذار، زي يعني ما هو مش الملاعب بتاعت الكاميرون هي نفسها اللي بنلعب فيها. طب واحنا بنتكلم عن الكاميرون يا استاذ حسام، عايز اخدك للاحداث بعيدا بقى عن منتخب مصر، الاحداث للاسف المؤسفه شفنا امبارح سقوط 8 قتلى امبارح، سوء التنظيم والناس في تدافع وهي داخله المباراه ادى لسقوط 8 قتلى امبارح، يعني رايك في الاحداث المؤسفه دي؟ طبعا يعني تعازينا لاسر الضحايا اللي سقطوا بالامس يعني قبل مباراه الكاميرون وجزر القمر، يعني اثناء التدافع للدخول البوابه طبعا الناس وقعت والناس ماتت وثمانيه يعني ماتوا و38 اخرين مصابين، يعني نتمنى الشفاء العاجل ليهم. النهارده باتريس موسيبيا رئيس الاتحاد الافريقي كان عامل مؤتمر صحفي خاص بهذا الامر، وقال انه بيقدم طبعا التعازي لاسر الضحايا، وقال انه ده شيء مؤسف طبعا انه يحصل، ورغم انه من وجهه نظره يعني ان كل الترتيبات كانت على ما يرام، ولكن شيء مؤسف ان ده يحصل امبارح وانه في تحقيقات هتحصل علشان يتعرف في السبب في الموضوع. وقال كمان انه ملعب اولمبيه اللي هو كانت عليه المباراه امبارح مش هيتعب عليه اي مباريات ثانيه خلال البطوله، وهيتم نقل اي مباراه المفروض ان هي تلعب عليه في الايام اللي جايه هتنقل لملعب اخر. طب دور الاتحاد الافريقي هنا فين؟ دور الاتحاد الافريقي النهارده كمان الصعوبات اللي كانت بتواجه ان البطوله تقام، فين دور الاتحاد الافريقي من الاحداث دي، من التنظيم السيء كمان حتى من وجود البطوله حتى مع تنظيم كاس العالم للانديه، دور الاتحاد الافريقي لازم يكون ليه دور اقوى من كده في الاحداث وكمان مع قرعه كاس العالم للانديه وتضارب المواعيد كمان. شوف يا كابتن اسامه، انا شايف انه الكل اتفاجئ بانه في بطوله، بمعنى انه الكلام كله كان رايح في 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 ناحيه انه بنسبه كبيره البطوله هتؤجل لعدم جاهزيه الكاميرون وكلام اخر عن نقل البطوله من الكاميرون، حتى اللحظات الاخيره خلاف مع الانديه الاوروبيه يا ترى هتبعث اللاعبين المحترفين في اوروبا ولا لا، فبالتالي الكاميرون نفسها اتفاجئت ان البطوله هتتعمل، المنتخبات المشاركه اتفاجئت، بدليل ان احنا المستوى الفني للبطوله لغايه دلوقتي احنا مش مقتنعين بيه على مستوى جميع المنتخبات، يعني مش منتخب بعينه،
في امور كتير منها الامور التنظيميه، يعني اخطاء بتحصل في اخطاء واضحه جدا واساسيه في التنظيم بتحصل طبعا. علشان كده احنا بنحمل قبل السلطات الكاميرونيه من حمل الاتحاد الافريقي اللي المفروض هو باعت لجنه علشان تراقب على الملاعب وعلى الاستادات وعلى الدخول وعلى الخروج، فعلشان كده احنا بنحمل الاتحاد الافريقي قبل السلطات الكاميرونيه. انا متفق معاك في جزئيه كابتن اسامه انه اي نعم كان الاتحاد الافريقي وتصريحات صامويل ايتو انه كبرياء افريقيا وكذا، ولكن ده مش على حساب الارواح حقيقة. انه الملاعب ما تكونش جاهزه وتتعمل البطوله. انا معاك ان انت عايز تصمم على ان البطوله تتلعب علشان الاتحاد الدولي يحترم افريقيا، احنا معاك في ده، لكن اما وانه كانت الملاعب مش جاهزه والتنظيم نفسه حصل بالشكل ده، انا كنت شايف انه كان ممكن يحصل تاجيل، يا اما كان يحصل نقل للبطوله من الكاميرون، زي ما شفنا بسم الله ما شاء الله التنظيم اللي حصل في 2019. طبعا احنا مش بنزايد، عشان في ناس كتير طبعا بتقول لك لا اصل الناس بتطلع من كل، لا ده واقع، واقع ملاعب وتنظيم وحضور جماهيري ومؤتمرات صحفيه، ده كان واقع حصل في مصر، ان مصر دايما بيتضرب بها المثل يعني. بالظبط. فلكن احنا نتمنى بس انه كمان الايام الجايه ما يكونش فيها امور اخرى يعني تتمس الارواح، وان البطوله ان شاء الله للاخر خلاص تعدي على خير ان شاء الله، ويعني يبقى درس الاتحاد الافريقي كمان يستفيد منه ويراجع اموره ثاني فيما يخص التنظيم ويخص البطولات القادمه. نشكرك شكرا جزيلا استاذ حسام زايد الناقد الرياضي، حطينا في الصوره كامله عن منتخب مصر، وكمان بنتمنى النقطه الاولى والاخيره علشان بكره ان شاء الله يعني نقول مبروك لبعض بعد مباراه مصر وكوت ديفوار ان كروش يلعب السهله. نروح لفاصل، وبعد الفاصل هنتكلم بقى عن التجربه الناجحه في كاس الرابطه وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. عايز اتكلم بقى حضراتكم عن النجاح الحلو، النجاح الحلو اللي حضراتكم شفتوه خلال الاسبوعين اللي فاتوا وكاس الرابطه اللي شدت كل الجماهير الاهلاويه. بدايه من مباراه الجونه، مباراه الاسماعيلي، مباراه المقاولين العرب، والناس بدات تتابع ان احنا عندنا مش صف تاني، احنا عندنا صف تالت من لاعبي النادي الاهلي. ما شاء الله عندنا قطاع ناشئين ولاد زي ما بيقولوا. علشان نشوف النجاح ونشوف فريق كبير او عدد كبير من اللاعبين يلعبوا في وقت واحد، اكيد في شغل كتير. الشغل ده ما جاش صدفه، ما جاش في يوم وليله. في تخطيط بقاله 3 سنين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط بداوا يحطوا تصور ازاي يبقى عندنا قطاع ناشئين قوي في النادي الاهلي، ازاي نشوف اللعيبه اللي ظهرت دي. التخطيط بدا من 3 سنين، بس قبل ما احكي لكم تعالوا احنا نشوف قلنا ايه عن اللعيبه اللي موجوده وحضراتكم شفتوها خلال ال3 سنين اللي فاتوا. الحمد لله النهارده لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي في مباراه الاهلي امام الغابه ظهروا بشكل النهارده مميز. يعني لو مسكنا واحد واحد، محمد مغربي النهارده أدى مباراة كبيرة جدا، رغم ممكن تكون دي تاني مباراة أو تاني مشاركة ليه مع الفريق الأول. هو مدافع بيلعب برجليه الشمال، بيجيد التحضير من تحت، بيجيد الكرات الطولية، بيلعب نفس الدور اللي بيلعبه أيمن أشرف مع الفريق الأول، أيضا كمان بيمتاز بالطول. فالنهارده تقييمنا لمحمد مغربي النهارده أدى مباراة كبيرة. زياد طارق برضه خامة مبشرة جدا. لعيب أشول كان تمت إعارته الموسم السابق لنادي الإسماعيلي، ما لعبش كتير في نادي الإسماعيلي، رجع بيته مرة أخرى نادي الأهلي. موسيماني حابب يشوف اللعيبة كلها والناس كلها، النهارده برضه أدى بشكل رائع. عايز أروح لأحمد سيد غريب، أحمد سيد غريب اللي شارك الشوط الثاني. أحمد سيد غريب كان أضاع فرصتين سهلين بلغة الكرة في الشوط الثاني، لكن لما بنتكلم في المجمل على خامة أحمد سيد غريب، هو لاعب واعد، لاعب صاعد، لاعب مبشر. كمان النهارده شفنا الشيء الايجابي ان هو بيجيد التحركات. صالح نصر رجع مره اخرى من وادي دجله، كان موجود في وادي دجله وبرده نفس الكلام ما شاركش كتير هو ومحمد فخري. لكن النهارده لما نتكلم عن التجربه، لا هي تجربه مفيده جدا للاعبي النادي الاهلي. احمد سيد عبد النبي، انا بقول لكم من دلوقتي افتكروا معايا الاسم ده، احمد سيد عبد النبي. لو احنا بنتكلم عن باك رايت للنادي الاهلي، احمد سيد عبد النبي، وافتكروا معايا الاسم ده.
احمد سيد عبد النبي يعني اخر اسم انا قلته ده اللي لاعب شارك في مباراه الاسماعيلي 10 دقائق وشارك برضه في مباراه المقاولين خد مساحه كبيره. كل اللعيبه دي احنا اتكلمنا عنهم خلال السنين اللي فاتت، كنا دايما بنقول عندنا لعيبه مميزه، عندنا اهم حاجه في اللعيبه دي عندها شخصيه النادي الاهلي. تخيل النهارده ولاد صغيره، وانا دايما هقول عليهم ولاد صغيره، ان احنا بداناهم هم صغيرين. اللعيبه الصغيره دي لما تكون خسرانه من الاسماعيلي 1-0، الاسماعيلي فرقه كبيره، تاريخ كبير، نجوم كبار، وتقدر ترجع في الدقائق الاخيره من المباراه، يبقى ده شخصيه النادي الاهلي، يبقى ده ولد صغير او لاعب صغير اتربى داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. لما برضه نفس الكلام في مباراه المقاولين والنجوم والمقاولين دي مباراه الاسماعيلي، احمد سيد غريب الثواني الاخيره ركله الجزاء وهو بيروح. شوفوا كمان احمد اشرف، احمد اشرف الولد الصغير ده اللي راح يجيب الكوره، وده من هقول عليهم ولاد صغيره، راح يجيب الكوره بعد الهدف من شباك الاسماعيلي علشان ده فاضل دقيقه عشان عايز اكسب الاسماعيلي. دول اتربوا، دول اتربوا داخل قطاع ناشئين النادي الاهلي، دول شخصيه النادي الاهلي. زي ما احنا شايفين مباراه المقاولين زياد طارق، زياد طارق ده اللي انا كنت بتكلم عنه من شويه، بقول عندنا ولد كويس اسمه زياد طارق في قطاع الناشئين، لما لعب مباراه الجونه مباراه الاسماعيلي بدا يثبت نفسه اكتر، مباراه المقاولين بيحرز هدف، هدف مين اللي بيعمله له؟ محمد اشرف الباك ليفت، هو الولد الصغير. لقطات كتير، لقطات كتير حلوه في الثلاث مباريات اللي فاتوا. اللقطات دي بتنم ان عندنا ولاد صغيره اتربت داخل قطاع الناشئين. تاني اللقطه دي الهدف، مين اللي راح يجيب الكره من الشبكه؟ احمد اشرف ده لاعب وسط المدافع علشان فاضل دقيقه وبقول للعيبه يلا يلا علشان عايزين نكسب النهارده. تكسبوا مين؟ الاسماعيلي الفريق الاول. الاسماعيلي الفريق رقم 39 ده. 39 احمد اشرف. نروح لمباراه المقاولين الثانيه والنادي الاهلي بيجيب هدف وكمان بيسجل هدف ثاني بيتلغي، وعندك شخصيه النادي الاهلي، هو ده المكسب الحقيقي. المكسب الحقيقي لما تشوف النهارده اللعيبه مصطفى شوبير ما شاء الله عليه شخصيه النادي الاهلي، حارس كبير، كانت الناس تقعد تقول اصل بيتجامل. هنا كنا بنذيع المباريات على الهوا ونعمل استوديو تحليلي والناس بدات تشوف مصطفى شوبير ده فعلا حارس موهوب، بدا ياخد مع الفريق الاول، فعلا حارس موهوب وعنده شخصيه النادي الاهلي. تخيل النهارده مصطفى شوبير هو بيبدا الهجمه من تحت برجله، عنده ثقه، حارس مرمى كبير كانه بيلعب بقاله سنين في الدرجه الاولى، ما عندوش الرهبه هو وكل زمايله. الرهبه دي راحت عارفين ليه؟ علشان كنا بنذيع الماتشات هنا ونعمل استوديو تحليلي ونحلل الولاد الفنيات بتاعت الولاد ويبداوا يشوفوا نفسهم، فخلاص هو ما اتفاجئش، هو عاش التجربه دي مره واتنين وعشرات المرات في قطاع الناشئين بالاستوديو التحليلي اللي هنا. بشكر قناه الاهلي والمسؤولين انهم ادونا الفرصه علشان نطلع الناشئ تحت شخصيه النادي الاهلي. اللعيبه اللي لعبت انا حابب اقول اسمائها كلها: مصطفى شوبير، محمد اشرف الباك ليفت، احمد سيد عبد النبي الباك رايت، محمد نصير، عبد الرحمن مانو، محمد مغربي في نص الملعب، احمد اشرف في الباك برضو المساكين، احمد محمد شرقيه، نشوف محمد فخري، زياد طارق، احمد سيد غريب، رأفت خليل، محمد ياسر. محمد ياسر ده المهاجم اللي نزل في مباراه المقاولين 10 دقائق ولفت الانظار كلها، الناس بدات تروح معاه. كمان عندنا عبد الجواد عبد الرحمن، الناس اللي ما شاركتش، صالح نصر شارك في مباراه الجونه في الاول 10 دقائق، حمزه علاء. عندنا كمان محمد نصير، محمد نصير ده اللي كان بيلعب مساك ثالث، كان مستر موسيماني بيلعب محمد مغربي، عبد الرحمن منو في القلب، وكمان محمد نصير ناحيه يمين مساك. بالمناسبه ده مش ده مركز محمد نصير، لكن الطريقه اللي بيلعب بيها موسيماني عايز يوظف المكان ده لعب. محمد نصير ده بيلعب وسط ملعب مدافع، تخيل النهارده لما تجيله الفرصه وبيلعب في مكان غير مكانه ويأدي بالشكل ده، يبقى ده لعيب اتربى داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بالمناسبه بشكر كل النجوم وكل الناس اللي اثنت على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وشكرت في اللعيبه دي، لازم ندعمهم. الحاجه الثانيه عايز اقول لهم برضو رساله، لسه المشوار طويل، احنا لسه بنبتدي، لسه اول سلمه في مشوار طويل. تواضع، تدريب الكويس، حافظ دايما على تدريبي، احافظ على نفسي عشان دايما يكون في نجاحات.
لكن عايز ارجع بقى للتخطيط السليم علشان نشوف النجاح الحلو ده. ثلاث سنين كابتن محمود الخطيب حط السياسه هو لجنه التخطيط، بداوا يشتروا لعيبه مميزه زي ما انت بتشتري الفريق الاول بارقام كبيره، وتبدا تحط في قطاع، تبدا تحط لعيبه الفريق الاول، انت برضو شغال في خط متوازي في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، تشتري لعيبه مميزه زي عمار حمدي، زي محمد فخري، زي محمد ياسر. محمد ياسر ده جاي من شربين، عمار حمدي جاي من النصر. بتبدا تشتري لعيبه صغيره زي مصطفى مخلوف حارس مرمى لسه جاي قدام، لعيبه صغيره تبدا تشتريها وهي صغيره وتحطها في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، يبداوا يشربوا قيم ومبادئ وروح وشخصيه النادي الاهلي علشان نشوفهم في الوقت ده. طبعا زائد حاجات كتير اتعملت، بنيه تحتيه علشان تطلع ناشئ كويس لازم يبقى ارض الملعب كويسه، بنشوف وكنا بنذيع المباريات ملعب اربعه ملعب المباريات حاجه هايله. بنشوف كمان ملاعب التدريب حاجه ممتازه، ملاعب الاكاديميه اللي بيتمرن عليها البراعم اتغيرت بعد ما كانت قعدت 10 سنين ما اتغيرتش، اتغيرت من سنتين او ثلاث سنين فاتوا. بنشوف كمان غرف الملابس بتاعت المدربين وبتاعت اللاعبين، بنشوف قاعات المحاضرات بتاعت البروكيتش اللي بيحاضر فيها المدربين واللاعبين. بنشوف كمان مدير فني اجنبي هيكون ضيفنا النهارده، هيتكلم كمان وهيشرح ويعرف الدعم الكبير اللي حصل ليه خلال الفتره اللي فاتت علشان نشوف النجاحات الكبيره. قبل ما اروح لمستر بروكتش برضو عايز اتكلم عن حاجه برضو مهمه. الفتره اللي جايه النادي الاهلي مقبل على بطوله مهمه جدا، كاس العالم للانديه، بطوله بيترقبها كل الاهلاويه، بطوله بنتمنى ان احنا نروح فيها لنقطه ابعد من المركز الثالث، ناخد مركز ثاني مركز اول، تبقى خطوه وتاريخ جديد للنادي الاهلي بيسطر في تاريخه كاس العالم للانديه. حال النادي الاهلي خلال الفتره دي مش افضل حاله، مش افضل حاجه، مش افضل حاجه من حيث الاصابات. احنا لما رحنا البطوله اللي فاتت كانت في الدوحه كان افضل استعداد، كل اللعيبه متاحه الموسيماني علشان كده حقنا مركز ثالث. عندنا اصابات، عندنا بدر بنون من عناصر المهمه مش هيكون موجود، اكرم توفيق من عناصر المهمه مش موجود، صلاح محسن، عندنا حسام حسن، محمد محمود، احمد نبيل كوكا، عندنا عناصر مؤثره، عندنا برضو لعيبه المنتخب اللي احنا بنتمنى لهم كل التوفيق في الاول وفي الاخر بيلعبوا باسم مصر، مش موجودين، موجودين مع منتخب مصر في ديانج منتخب مالي، معلول منتخب تونس، فبعض العناصر برضو المهمه مش موجوده معاك. فانت النهارده انت رايح البطوله مش في افضل حالاتك. ايه المطلوب خلال الكام يوم اللي جايين قبل البطوله دي؟ المطلوب من مستر موسيماني عندنا لعيبه عايزين نجهزها علشان البطوله المهمه دي، عندنا محمود وحيد، عندنا رامي ربيعه، عندنا ياسر ابراهيم، عندنا محمد هاني، عندنا لعيبه مهمه، عندنا طاهر، عندنا حسين الشحات، عندنا قفشه، بيرسيتاو، ميكسوني، يعني احنا بتكلم في فرقه، في فرقه ثانيه، فرقه ثانيه. عندنا ماتشين مهمين جايين خلال الفتره اللي جايه في كاس الرابطه، عندنا مباراة سموحة والبنك الأهلي. بس نصيحتي بقى لمستر موسيماني، واحنا بقالنا فترة كبيرة ما لعبناش مباريات من يوم 26/12 ل 26/1 ما يقرب من شهر، النهارده اللعيبة اللي بقولها دي ما ينفعش انها تاخد ال 90 دقيقة مرة واحدة في مباراة سموحة. أول حاجة التانية لو خدوا 90 دقيقة ما جيش بعدها بأربع أيام ياخدوا ال 90 دقيقة بتاعت مباراة البنك الأهلي، ممكن يحصل إصابات هنا في الوقت ده. علشان كده توزيع الاحمال على اللعيبه دي مع العناصر الشابه اللي نورت اللي احنا شفناها مهم جدا علشان نقدر نلاقي كل اللعيبه موجوده ان شاء الله على مباراه مونتيري المكسيكي. بالمناسبه مباراه مونتيري المكسيكي ده هتكون يوم 5 ان شاء الله فبراير، مباراه صعبه، مباراه صعبه جدا. مونتيري المكسيكي لعب امبارح مباراه في الدوري المكسيكي، كان متاخر امبارح 2-0، كان مطرود منه لعيب وهنشوف دلوقتي اهداف المباراه. قدروا يرجعوا في الدقيقه 93 والدقيقه 97 في اخر دقائق في المباراه، يا ريت لو عندنا الاهداف نعرضها واحنا بنتكلم. دي اهداف المباراه امبارح وتعادل مونتيري في اللحظات الاخيره. الفرقه متجمعه دلوقتي عنده روح عاليه انه يرجع في اخر خمس دقائق ولا اخر سبع دقائق
واقف بدنيا دلوقتي كويس. النهارده حتى ترتيبه في الدوري السابع، ده الهدف الاول، الهدف الاول تسديده في الدقيقه 93، الدقيقه 93 ومونتيري متاخر بهدفين وكان مطرود منه واحد. ده الهدف الثاني كان في الدقيقه 97 وقدر يرجع للمباراه. كان بيلعب امبارح كروز ازول، ده ترتيبه الاول في الدوري المكسيكي، ده ترتيبه الاول في الدوري المكسيكي. لما بنقول مونتيري في المركز السابع لكن بفرق نقطتين عن المركز الاول، بفرق نقطتين بس عن المركز الاول، لعب ثلاث جولات في الدوري المكسيكي، ثاني افضل خط هجوم، احرز اربع اهداف في الثلاث مباريات، عنده خط هجوم مميز، بدنيا كويس جدا. دايما الكره المكسيكيه بتمتاز او كره الكره اللاتينيه بتمتاز بالمهاره، فالنهارده عندك المهاره زائد السرعه زائد بدنيا واقفين كويس. اتمنى ان شاء الله كل التوفيق لعيبه النادي الاهلي، ان البطوله اللي جايه كاس العالم للانديه بطوله نتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق فيها مركز افضل مركز الثالث، ويبقى تاريخ جديد بيسطر لتاريخ لعيبه النادي الاهلي. هنعرض برضو الجدول، الجدول ده ترتيب الدوري المكسيكي علشان نشوف مونتيري فين في الجدول. هو في المركز السابع زي ما احنا شايفين دلوقتي، مونتيري في المركز السابع، لكن لما نشوف فرق النقاط ما بينه وما بين المركز الاول نتكلم في نقطتين، ثلاث ماتشات، يعني مونتيري عنده خمس نقاط وكروز ازول ده المركز الاول عنده سبع نقاط، لكن النهارده بنتكلم عنده اربع اهداف في ثلاث مباريات، فالنهارده بنتكلم في اقوى خط هجوم او ثاني خط هجوم في الدوري المكسيكي. نتمنى كل التوفيق في النهايه لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله اللعيبه كلها تكون سليمه قبل مباراه مونتيري، وكل التوفيق لعيبي النادي الاهلي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستر بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلت لحضراتكم، النجاح الكبير اللي شفناه في كاس الرابطه والناشئين الكتير اللي احنا شفناها ما شاء الله مميزين، ده كله اكيد ما جاش بالصدفه، اكيد جه نتيجه عمل كبير جدا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هنعرف بقى الكواليس كلها من مستر بروكيتش ضيف النهارده اللي هيقول لنا كل اللي بيحصل داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. في البدايه بنرحب بيك مستر بروكيتش. السلام عليكم. تكلم عربي كويس دلوقتي؟ شويه شويه اتكلم عربيك. شويه شويه. اثبتها. بنرحب بيك على قناه الاهلي. في تلفزيون الاهلي. يا سيموس فاجيما جيكوزا بوزفاني. انا طبعا مقدر الدعوه دي وشكرا جدا على الدعوه دي. مرحب طبعا بالدكتور ابراهيم منصور اللي هيكون معانا النهارده يقوم باعمال الترجمه، وهو دايما مصاحب لمستر بروكيتش في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. اهلا وسهلا يا كابتن. كان لينا لقاءين قبل كده مع حضرتك، لكن اللقاء ده مختلف مختلف علشان شفنا نجاحات كبيره، الناس كلها شافت نجاحات كبيره، ما شفناش لاعب واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ده احنا شفنا ما شاء الله فريق كامل بيطلع من قطاع الناشئين النادي الاهلي بيلعب في الدوري الممتاز. Děkuji, to samozřejmě jsou velmi hřejivá slova a je to příjemné to poslouchat. Nicméně já jsem v tom hodnocení trošku střízlivější a vím, že můžeme být daleko lepší ještě. طبعا كابتن شكرا على الكلام الجميل وبشكرك عليه جدا. وانا بالنسبه لتقييم الموضوع ده بالذات انا عندي وجهه نظر مختلفه في التقييم ده. ايه وجهه النظر المختلفه؟ يمكن مش اني ناظر اغنيه تهودني تسني يمكن مش بتستريزليفيشي. Já si myslím, že třeba v současnosti už byli v A týmu hráči, kteří mají 20 let a budoucnost naše a naší práce by měla být, aby byli hráči připraveni už v 18 letech. طبعا هو اللعيبه اللي موجوده في قطاع الناشئين دلوقتي تقريبا عندها 20 سنه، بس هدفنا احنا في قطاع الناشئين وشغلنا في قطاع الناشئين ان اللعيبه تكون جاهزه للفريق الاول او الكره بروفيشنال وهي عندها 18 سنه. Taky bylo skvělé sledovat tu zkušenost, když hrají za první tým v těžkém zápasu proti vlastně prvoligovým týmům. Ale já se na to dívám i z pohledu, že vidím i ty nedostatky, které tam jsou, nejenom ty pozitiva. طبعا اتفرجت على اللعيبه الشباب وهي بتلعب ضد فريق اول في كاس الرابطه، وانا طبعا ببص برضو على الحاجات الكويسه اللي اللعيبه عملتها وكمان الحاجات اللي هي ناقصاهم اللي المفروض نشتغل عليها كمان لسه. عايز ارجع بقى لورا شويه. مستر بروكيتش معانا من السنه اللي فاتت، اول اجتماع مع كابتن محمود الخطيب، ايه الكلام اللي حصل وقتها
وايه الاهداف اللي انتوا قدرتوا تتكلموا فيها عن في الاجتماع ده؟ Já si tu schůzku moc hezky pamatuju a bylo to především hodně vřelý přijetí, takže jsem se hned cítil jako doma. A pamatuju si, že klíčem bylo, že je velkým záměrem klubu investovat do mládeže a vlastně zaměřit se na to, abychom vychovávali hráče pro z vlastní líhně, pro A tým. أنا فاكر جدا طبعا الاجتماع الأولاني مع كابتن خطيب وكان ترحيب جميل جدا ليا وكلمنا فيها في حاجات كتير وأهداف القطاع إن احنا نجهز لعيبة كويسة للفريق الأول ولمستقبل النادي الأهلي إن شاء الله. مستر موسيماني كان في زيارة مهمة خلال الفترة اللي فاتت، هل حصل كلام مستر بروكيتش مع مستر موسيماني في اليوم اللي كان زار فيه او اليومين اللي زار فيه بتاع ناشئين النادي الاهلي؟ موسيماني استسلم لوبريتش رشالي. Já myslím, že to byla velmi důležitá schůzka. V podstatě jsme se bavili o tom, jakým způsobem sektoru pracujeme a o tom, jakým způsobem hrají naše mládežnické týmy, a konfrontovali jsme si naše pohledy na fotbal a myslím, že trener موسيماني ابسولوتني ان في jako moderní fotbal. طبعا انا كانت زياره مهمه جدا للقطاع واتكلمنا فيها على اسلوب لعب فرق قطاع الناشئين كلها وعملنا كمان يعني اتكلمنا في وجهات النظر الفنيه المختلفه وكان اجتماع وزياره مهمه جدا وتناقشنا فيها وطبعا كابتن موسيماني يعني عارف هو بيعمل ايه وان يعني معانا بعض الصور مستر موسيماني وكابتن خالد بيبو بعض اللقطات وحضور موسيماني لقطاع الناشئين النادي الاهلي ودي كانت حاجه مهمه جدا ادت كمان دافع للولاد تعاون مثمر طبعا التنسيق والتواصل ما بين قطاع الناشئين والفريق ده شيء مهم النهارده المدير الفني هو اللي جاي النهارده اجتماع ومحاضره كمان من مستر موسيماني اللعيبه في حضور الكابتن خالد بيبو الاجهزه الفنيه مستر بروكيتش وكمان ده كان فريق 2006 بعد ما فازوا في المباراه دي. ابرز تعليق لموسيماني يا مستر بروكيتش؟ نيدروتشيشي اني زي ما بيشي كومنتار تشترك موسيماني تهدينا تي ناشتي. No, Musimani v podstatě nabádal hráče, aby poslouchali vždycky trenéry, aby vždycky měli respekt k trenérům a aby na sobě pracovali, protože hrát profesionální fotbal je v podstatě velmi náročná práce. Kapitán Musimani rekez mě al-laiba a lohom jenom lézim jesmáu kalém al-mudrým fannín a l-gizé fannín a ptájithom a lézim jehtarmu qarar al-mudrým fannín a lézim ještěvá na nafsuhom kvajiz gedden ašan lé'b il-kola profesional mš bíjí bistahil. Arifte imta? ان الفريق الاول هيبدا يستعين بالعدد الكبير ده. No, to bylo v podstatě na poslední chvíli, protože ta situace v A týmu nebyla jednoduchá a myslím si, že jiné týmy mimo Al Ahly by to řešili odložením zápasu. A já musím vyslovit veliký respekt sportovnímu vedení klubu, že takhle zareagovali a že vlastně celý realizační tým do toho šli s velkou odvahou a doplnili tým mladými hráči. طبعا الموضوع ده كان جاي في اخر لحظه يعني عشان الوضع في الفريق الاول كان صعب جدا وكان لعيبه في المنتخبات وكورونا وكان يعني هو يعني وانا بقدر الموضوع ده واحترام كبير لاداره النادي والقياده الفنيه للنادي الاهلي على الشجاعة دي عشان ناس كتير في مصر أو أندية كتير في مصر كانت ممكن تتعامل بشكل مختلف مع الوضع ده إن هم كانوا يأجلوا ماتشات أو يأجلوا البطولة دي بطولة كأس الرابطة فاحترام كبير للإدارة الفنية للنادي الأهلي. Ona jedna věc je vzít hráče do tréninku, což myslím, že už dlouhodobě funguje, ale jiná věc je mít tu odvahu a postavit je do zápasu vlastně proti takhle plným soupeřům. في حاجتين مختلفتين يعني اللعيبة إن اللعيبة تروح الفريق الاول تتمرن دي حاجه وده الموضوع ده بيحصل من فتره كبيره والحاجه الثانيه المختلفه ان المدير الفني يكون عنده الجراه اللي ياخد عدد الكبير ده من اللعيبه ويلعبهم قصاد فرق كلها فريق اول يعني كنت قلقان قاعد شايف العدد الكبير ده ولا عندك ثقه في اللعيبه دي انك انت عارفها كويس قطاع الناشئين وبداتوا تشتغلوا من فتره No, myslím, že to může potvrdit i Khalid Bibo. Já jsem nervózní nebyl, protože kdybych byl nervózní, tak bych nevěřil v naší práci. A já věřím v to, že to, co děláme, děláme nejlépe, jak umíme, ale taky věřím v to, že to můžeme dělat ještě daleko líp.
طبعا انا ما كنتش متوتر خالص، وقدر ياكد كلامي كابتن خالد بيبو، عشان لو كنت انا متوتر معنى كده ان انا مش واثق في شغلي، لكن احنا واثقين في شغلنا، واحنا يعني واثقين وعندنا ثقه ان احنا عندنا لسه حاجات تانية كتير ممكن نعملها في قطاع الناشئين ونجاحات اكتر. مين اكتر اللعيبه بقى وانت قاعد تتفرج على مباراه الجونه، مباراه الاسماعيلي، مباراه الوين، اكتر لعيب او اكتر لعيبه عجبتك للعيبه اللي لعبت؟ نيفيت كتيري هراستي نيفيت ليبو نبو كتيري هراتش ستي ليبي لنيفيت الله يا اوبشيني يا سم فيديو في زاباسي 3 3 سم سي بشهرال بروتوجي مي نستاتشي تن زاباس فيديت يدنو A snažil jsem se na ty hráče dívat, nejenom to, co se jim podařilo, ale i to, co musíme zlepšovat dál. انا اتفرجت على الماتشات دي اكثر من مره، اتفرجت على كل ماتش فيهم 3 مرات تقريبا بعد المباراه بوزا باست شيكرات 3 مرات، عشان ما بيكفينيش ان انا اتفرج على الماتش مره واحده عشان اعرف اقيم. فاتفرجت على كل ماتش فيهم 3 مرات، وطبعا انا ببص على الحاجات الايجابيه اللي عندهم وكمان على الحاجات السلبيه اللي محتاجه تتطور. A já bych určitě řekl, že to, že ten zápas nějakým způsobem zvládli, ještě neznamená, že jsou finálně připraveni. To znamená, je to pro ně fantastická zkušenost a byl to velmi dobrý tah od klubu, že jsme to takhle udělali, ale ještě potřebují nabrat další zkušenosti, protože kdyby byli vystaveni těžším zápasům, tak by to samozřejmě nemuselo být pro ně takhle jednoduché. للكره البروفيشنال، فهم طبعا محتاجين، لكن البطوله دي اكتسبوا منها خبرات كبيره جدا، ودي ينبع من شجاعه الاداره الفنيه للنادي الاهلي ان هم دخلوا بيهم البطوله، لكن اللعيبه طبعا محتاجه خبرات كتيره تانية عشان لو اتحطوا في مواقف او ماتشات اصعب من كده يقدروا يأدوا، فهم لسه محتاجين خبرات اكتر. Tak pro nás to byla taková kontrola té naší práce, co jsme doteď udělali. A vlastně můžeme si říct, dobře, jsme v pořádku, jdeme dobře. A teď je to pro nás motivace a můžeme ještě líp. Takže je to pro nás výzva. Lekin al-matchat di kat feedback kwayis lina ala wa taqyim kwayis lina ala al-shughl li ahna bna'malu fi al-qita'. فلما شفنا بطولة كأس الرابطة فقلنا تمام، احنا يعني مجهزين لهم برضو كويس، ودي كان دافع كبير كمان لينا ان احنا نشتغل معهم اكتر وندي معهم اكتر ونطورهم اكتر. اكتر ابرز الحاجات اللي كتبها مستر بروكيتش في الاجنده بتاعته سواء ايجابيه او سلبيه وهو بيتفرج علشان يبدا يشتغل الفترة الجاية للولاد عليها. ني دروتشيشي كومنتار من دي دروتشيشي كوبي فيتسي سوسي نابسال بس في اجندي نمو بس في بياجي يكسس ديفال نتي زاباسي ابي بوتوم نانيخ براتسوال ستيم هراتشما. Tak, že je potřeba, abychom se ještě daleko víc pověnovali defenzivní činnosti, protože některé věci směrem dopředu máme velmi dobrý, ale samozřejmě vrcholový fotbal znamená vyvážený výkon. To znamená určitě zaměření na defenzivní činnost některých hráčů, který jsem viděl v tom zápase, a určitě ještě bych řekl na některé spolupráce, na některé věci v součinnosti. Abraz al-hagat ana sajjaltaha andi wa malhuzat wa taqyim al-butulat al-kas al-rabta. Nahna lazim narakkaz aktar ma ba'd al-la'iba ala min nahya al-dafa'iya. Ahna an-nahya al-hujumiyya andana tamam kwaysa, lakin 'and ba'd al-la'iba lazim narakkaz ma'aha fi an-nahya al-dafa'iya 'ashan al-kura al-hadisa kullaha fiha dafa' wa fiha hujum. وبرضو اسلوب التعاون بين اللعيبه ومن بعضها في الـ في الـ في الـ في الملعب يعني. Co bych ale řekl, že jsem si poznačil jako dan, jako dobrý, tak jsem si poznačil fyzickou stránku výkonu, to znamená, zdalo se mi, že fyzicky jsme dobře. A druhá věc, mentálně přišlo mi, že kluci ten tlak unesli a chovali se v tom dobře. الحاجات اللي انا كتبتها عندي في الـ يعني في الاجنده بتاعتي وقلت خلاص عليها ان هم جاهزين فيها، يعني اللي جهزناهم اللعيبه كويس خلاص هم ضن فيها. الناحيه البدنيه ايوه الناحيه البدنيه ومجهزين جدا بدنيا، والناحيه الذهنيه يعني هو اللعيبه بتلعب مع فريق الاول وتحت الضغط ده، وهم قدروا يتغلبوا على الضغط ده ذهنيا. فدي الحاجات اللي انا كتبت عليها ضن يعني هم تمام فيها. انا فاكر اول لقاء لينا مع بعض قلت له اول نقطه وانت بتتابع بقى الكره المصريه واكيد انت يعني قريت عنها هتشتغل عليها، كان قال لي اللياقه البدنيه علشان كده شفنا في كاس الرابطه في المباريات ما شاء الله الولاد واقفه بدنيا على رجليها كويس. Souhlasím a musím říct, za to chci poděkovat Khalidovi Bíbo, který mi dal velký prostor, aby jsme to realizovali.
Chci poděkovat hlavně trenérům, protože tohle je především ten výsledek těch kluků, je práce všech, každýho z trenérů, asistentů. To opravdu je týmová práce a nejde to dělat jakoby, že by to byla zásluha jednoho člověka v žádném případě. A určitě chci pochválit kondiční trenéry. طبعا متفق معاك كابتن وعايز اشكر في الموضوع ده كابتن خالد بيبو اللي هو اداني مساحه كبيره ان انا اشتغل في الناحيه البدنيه مع اللعيبه. واشكر كل مدرب في قطاع الناشئين عشان النتيجه اللي احنا شفناها دي مش نتيجه عمل فردي او واحد بس، لكن كل واحد شارك في الانتاج ده وشارك في النتيجه دي، كل مدير فني، كل اسيستنت، كل حد اشتغل مع اللعيبه. وعايز اشكر كمان مدربين الـ 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 الاحمال الموجودين عندنا في القطاع على الشغل هم عملوه مع اللعيبه. كنت مصر ان الدكتور ابراهيم يكون موجود معانا النهارده على الهواء في الحلقه علشان بيقوم بمجهود كبير. يعني المترجم بيترجم لفرقه، هو ما شاء الله بيترجم لعدد كبير من الفرق، علشان كده كنت حريص انه يكون موجود معانا النهارده على الهواء ويكون في تواصل مباشر على الهواء. يا hlavně chci pochválit Ibrahima za to, že rozumí fotbalu a to, co překládá. V podstatě on překládá ty myšlenky. To znamená, nepřekládá slova, ale překládá myšlenky a myslím si, že je pro mě velmi důležitý člen týmu. عايز اشكر طبعا ابراهيم اللي هو انا على الشغل اللي هو بيعمله عشان ابراهيم بيترجمش يعني ابراهيم فاهم كوره وبيترجمش يعني حرفي وبيترجمش يعني كلمات كلمه بكلمه لكن بيترجم افكار وابراهيم عنصر مهم جدا في الجهاز الفني يعني. حبيبي 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 حبيبي. عايز اروح لفاصل وبعد الفاصل بقى هسأله عن سفرية تشيك. سافر مع أمير توفيق، إيه اللي تم فيها؟ وشايف تجربة الثلاثي المحترف من قطاع الناشئين لتشيك، شايفها إزاي؟ نتكلم في ده كله ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. مستر بروكيتش، سافرت انت وامير توفيق تشيك وسلوفاكيا، كان المفروض برضه يكون موجود معاكم الكابتن خالد بيبو لكن ما سافرش. قول لي ايه اللي حصل في السفريه المهمه دي؟ Ještě na začátek řeknu, že ještě velmi důležitá osoba je Feras Ali, který v podstatě nám pomáhá na té evropské straně a vlastně řeší tu spolupráci. قبل ما نتكلم عن سفرية اوروبا عايز اتكلم عن شخص مهم برضه في السفرية دي هو فراس علي اللي هو كان ليه دور كبير برضه في تظبيط العلاقات هناك وتظبيط السفرية دي. My jsme vybírali kluby na základě naší zkušeností, které mají vlastně ve strategii výchovu hráčů. احنا اخترنا نوعية أندية في أوروبا اللي احنا عارفين ايه استراتيجيتها في إنتاج لعيبة ناشئين وازاي بيشتغلوا مع اللعيبة الناشئين. A my potřebujeme našim hráčům nabídnout zkušenost Evropy, protože je to vlastně z hlediska toho jejich rozvoje velmi zrychlení toho procesu, protože Evropa hraje velmi náročně fyzicky, my jsme zaměření na technickou stránku a když to dobře namixujeme, paráda. A احنا كنا عايزين نخلي اللعيبه في النادي الاهلي عليهم مصريين تاخد خبرات اوروبا عشان في اوروبا هم بيركزوا جدا في الناحيه البدنيه وهنا في مصر بنركز اكتر في الناحيه الفنيه. فاحنا لو عملنا ميكس بين الاثنين، الناحيه الفنيه والناحيه البدنيه، فاللعيب المصري هيبقى متطور اكتر وقوي اكتر. ده اللي احنا شفناه في احمد عبد القادر بعد عودته لتشيك، مختلف بدنيا فنيا كمان. كونديشني بريبرافني تكنيكي طبعا متفق معاك. مش رشيري تن منتاني بربك تاك وش انهم ادابتاتسي في افروبيا هي برودنيا فيلمي تسنا. ولو احنا نتكلم عن الناحيه حتى الذهنيه وان احنا الناحيه المينتاليتي الفكريه يعني ان اللعيب يعمل ادابتيشن او يتاقلم مع الجو، فهو اول ما يتاقلم مع الناحيه الاوروبيه دي فدي بلس كبير لي وافاده لي كبير. ابي ايش رايك لنا بيت كاشدي هراج تري هو ماما في سيكتورو كاشدي يدن يا انفستيتسي كلوب انفستيتسي تو سو بينيزه امي je tím, že když budeme spolupracovat s Evropou, je zhodnocujeme. كل لعيب عندنا في القطاع، كل لعيب ده استثمار من النادي. فاحنا لما ندي الامكانيه للعيبه النادي الاهلي انها تطلع اوروبا، فده بيبقى تقييم كويس للعيبه النادي الاهلي اللي النادي استثمر فيه. تمام،
عندنا برضو تجربة تانية في تشيك زيسكوف، عندنا مصطفى فوزي، ميدو حسام، محمد أحمد بيسو برضو هناك شغالين بشكل كويس، وخبرات برضو أوروبية نفس ال أما يتاك إفروس كشكوشنوستي على نفس الطريقة يعني ستيني سبوسوين تم برايا ديلاي أبسوطني أتوتو أشتي هدني برزني كوفيد دبي نبلي كوفيدوي وبطريني تاك سمع وش بطسات نداو في صلاة سبول براتي. طبعا متفق معاك، وزيادة على كده أن دلوقتي في جائحة كورونا، وجائحة كورونا برضو بتعطل الأمور بشكل ما، فلو ما فيش جهات كورونا كان زمان الموضوع بقى اسرع وبقى لنا كتير في يعني في الخبرات دي. Nic menej tahle spolupráce to nejde udělat takhle. To je prostě otázka systému, aby to fungovalo. والتعاون بين النادي الاهلي والانديه الاوروبيه طبعا ما ينفعش بيتعمل يعني من يوم وليله، فطبعا بياخد وقت ولازم يكون في سيستم معين للتعاون عشان النتيجه تكون مؤثره يعني. في زيارات متكررة من الكابتن محمود الخطيب، كابتن خطيب لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي كمان على مستوى البنية التحتية، شايفين ملاعب على أعلى مستوى زي ما احنا شايفين دلوقتي على الهواء. ده اجتماع الكابتن محمود الخطيب وكان مع مستر بروكيتش مع الأجهزة الفنية مع الكابتن خالد بيبو، وشفنا كمان مع الاجتماعات المستمرة متابعة الكابتن محمود بنشوف بنية تحتية في قطاع الناشئين فوق الممتازة، ملاعب، غرف ملابس مدربين، استشفاء، كل الأمور دي. تاك نيجيف مستر بريزيدنت يا سم بوبرفي في جيوتي زاجيل كدي سي سمنو 3 هوديني بريزيدنت بابيل او كاجديم يدنطليفيم هراتشي. أول حاجة عايز أتكلم على رئيس النادي كابتن محمود الخطيب وأشكره. أنا أول مرة في حياتي أقابل إن رئيس نادي يقعد معايا ثلاث ساعات متواصلة نتكلم فنية ونتكلم عن كل حاجة، عن كل لعيب في القطاع، عن كل لاعب في القطاع. فأنا بشكره جدا على اهتمامه. Druhá věc, infrastruktura. Jednoznačně Al Ahly jde správným směrem. Protože chcete-li vychovávat špičkový sportovce, musíte mít špičkový zázemí. طبعا بالنسبه للبنيه التحتيه في النادي الاهلي ماشي على 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 السكه الصحيحه. فاحنا لو عايزين ننتج لعيبه على اعلى مستوى فلازم برضو تكون الامكانيات والظروف على اعلى مستوى كمان. A naopak bych si dovolil být kritický vůči ostatním klubům, který pracují s mládeží, a vůči většině klubů v Egyptě. وطبعا يعني ممكن لما شفنا في سافرنا ماتشات وشفنا ماتشات وازاي بقيه الانديه بتتعامل مع قطاع الناشئين فاحنا احسن منهم بكتير، وده مش نقد بس يعني احنا افضل من ناحيه من ناحيه الامكانيات والبنيه التحتيه. طبعا ويتشينا زاباسو كتري هرايما نا هريشتي سوبرجو tak opravdu jsou nedůstojné podmínky pro výchovu mládeže. معظم الملاعب اللي احنا بنلعب عليها مسابقات الفرق مسابقات الماتشات اللي بره النادي الاهلي بيبقى الملعب الصراحه يعني غير قابل للعب، يعني مش ظروفه صعبه جدا يعني وصعب لتطوير اللاعب فيه. A když vím, jaký peníze se investují do profesionálních týmů a do hráčů v profesionálních týmech, tak je opravdu někdy až na hraně ostudy, v jakých podmínkách hrají mládežníci celoegyptskou soutěž, celostátní. ولما اشوف كميه الاستثمارات اللي بتاعت الانديه الثانيه يعني في الفريق الاول او في شراء اللاعبين او مرتبات اللاعبين، فساعات بيبقى يعني الموضوع صعب جدا ان هم خالص ما بيستثمروش خالص في قطاع الناشئين، والملاعب او ظروفهم يعني بتكون صعبه جدا اللي احنا نلعب فيها يعني. ادو فام جي بو فزورو ال اهلي سي ستو استاتني كلوبي بزمو نياكين سبوسوبم فزور بروتوجي يي ابسولوتني دولوجيتي ليش خصي ميت هراتشه موسيم انفستوا دو مادجي ادو زازيم. واتمنى برضه بقيه الانديه تمشي على خطى النادي الاهلي يعني في التعامل مع قطاع الناشئين، فعشان اي الكره المصريه عموما، فعشان نطور اللعيبه الناشئين لازم نعمل لها برضه ظروف. Možná jsem některé naštval, omlouvám se, ale to je realita. Ano, متاسف ان انا ممكن يكون يعني زعل ناس مني بعض الناس مني بس دي ده الواقع اللي احنا بنعيشه. كله بيمشي ورا النادي الاهلي، النادي الاهلي بيرسم الطريق وكله بيمشي ورا النادي الاهلي. شيخنا ياكل استوديو. عجبني حاجتين عملتهم السنه دي. اول حاجه فتره الاعداد، تدريبات الساعه 5 الصبح 5 صباحا، دي اول حاجه. فتره الاعداد كانت قويه جدا السنه دي، عشان كده شفنا كل الفرق ما شاء الله السنه دي في القطاع، في الدوري، في الدورات المختلفه، حاجه تفرح بجد. الحاجه الثانيه كان مستر بروكيتش حريص عليها ان يضم عناصر من 2003 ل 2001 سواء في خط الدفاع. شفنا محمد احمد شرقيه 2003 بيلعب جنب مغربي 2001 في الفريق الاول،
في تفاهم وكانوا بيلعبوا جنب بعض. My se zatím snažíme moc ty hráče ve věku neposouvat, protože pořád je samozřejmě Al-Ahly pod velkým tlakem na výsledky v mládeži. To znamená, snažíme se zatím držet ty ročníky, ale do budoucna by bylo samozřejmě správně, aby ty hráči dozrávali podstatně dřív. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني ما نرحلش لعيبه كتير من فرقه لفرقه. احنا متفاهمين طبعا ان الضغط اللي بيبقى على النادي الاهلي من الجماهير وكل الناس مستنيه طبعا النتيجه من كل الفرق، بس احنا يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نرحلش لعيبه من فرقه لفرقه، وهنحاول كمان ان احنا يعني نخليهم ينضجوا ابدر من كده كمان اللعيبه. فترة الإعداد التدريبات الساعة 5 صباحا. في برافا تريننج بيتيرانو. نو to je samozřejmě to definované počasím, to znamená, my jsme se hodně přizpůsobili počasí a jelikož jsme chtěli mít dvouhodinový dlouhý tréninky, tak jsme se museli takhle přizpůsobit a chtěli jsme. طبعا احنا كنا عايزين كده طبعا، والسبب الرئيسي برضه في ده هو الجو في الصيف، واحنا كنا عايزين في فترة الإعداد نعمل تمرينة طويلة لمدة ساعتين فعشان نلحق الجو قبل ما يبقى حر جدا يعني في الصيف، فعملنا التمرينات الصبح بدري يعني. Samozřejmě kapitán Bíbo mě nabádá, abych neprozrazoval úplně všechny detaily, abychom nenaprášili naši strategii. To znamená, zhruba hodinu jsme se věnovali kondici a zhruba hodinu hře a víc k tomu nechci říct. A to طبعا عشان ما نتكلمش في كل التفاصيل اللي احنا يعني عملناها في القطاع يعني، بس يعني عشان نتكلم باختصار احنا كان التمرين ساعتين، فساعة كانت متخصصة بدنيا وساعة فنية. دايما في كل كلامه، حتى شايفين في بعض الاجزاء التدريبات اللي احنا شايفينها في صاله الجيم دلوقتي، حريص على النواحي البدنيه. Ano. Tam je potřeba říct, že musíme zapomenout na to, že kondice je běhání dokola a vytrvalost. في حاجه مهمه يعني لازم نركز عليها، انه لازم الناس تبتدي تنسى او ان اول ما نتكلم على الاحمال ان هو الاحمال معناها جري وتحمل بس. Kondice je především připravené tělo pro výkon. El bedeni هو طبعا لازم يكون جاهزيه الجسم والسيت اب بودي بتاع اللاعب للاداء عشان يعرف يعمل اداء. Kondice je silný tělo, který je odolný proti zranění. والجانب البدني للعيب ده معناه ان جسمه يكون قوي جدا عشان ما يتعرضش للاصابه. Protože my s týmem trenéru umíme vyřešit na tréninku téměř každý problém, pokud je hráč zdravý. واحنا يعني في القطاع يعني انا مع مديرين فنيين بقدر احل اي حاجه مع اللعيبه، اي مشكله عنده فنيه او اي تكتيكيه او اي حاجه، طول ما اللعيب بصحته، طول ما اللعيب مش مصاب نقدر نحل اي حاجه. تجي كونديتسي في برمي فازي بريفنسي. فالبدني ده يعني تعتبر وقايه على يعني في المقام الاول يعني. شفنا لعيبه من 2000 واحد لعيبه من 2003 مع الفريق الاول، المستقبل بقى عندنا 2005 و2006، عايزك تكلمنا عن المواهب اللي في الفرقتين دول اللي جايين خلال الفتره اللي جايه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مستر بروكيتش. يعني قبل ما اكلمك بقى في الكوره مره ثانيه، قول لي بقى يعني انت في مصر بقالك سنه ونص، احلى الاكلات المصريه اللي بتحبها دلوقتي ايه؟ ايوه من هنا سي باماتو جو سام ريكال هواشي تو اورشيتي. المره اللي فاتت في البرنامج فاكر ان قلت الحواوشي عجبني. موت سام سي اوبلي بيل ايجيبسكي سنيدانيه باش فول، وحبيت جدا الفطار المصري اللي هو الفول كويس الطعميه والحاجات دي. اه موسيم جي جيمي موت سوتنا او برنسا. واكثر مطعم بيعجبه فيه الاكل بيعجبني فيه الاكل مطعم البرنس. طيب قول لي بقى، زرت اكيد ده اماكن في مصر. نفشتي فلسي هدني ميستر تشيتا تاني في جبتي اتاك. انا ماي رودينا مي مامي فيلمي رادي باماتكي. انا اسرتي عايشه معايا هنا دلوقتي في مصر وبنحب الاثار جدا، اثار مصر. انا موسيم ريجي تو موجيت سوي سويت زافيجيت ياكو هيستوري مع ايجيبت. وطبعا اعتقد ان العالم كله المفروض يحسد مصر على الاثار والتاريخ الموجود فيها. A my samozřejmě jsme tady prošli jenom tady na pyramidách v Gize, už jsem byl minimálně 10krát, možná víckrát. Já mesela منطقه الاهرامات انا زرتها اعتقد 10 15 مره.
الاهرامات. تيت ناپوسلي سيم ابسوال سيستو لوكسور اسوان نا بونيلو. واخر رحله طلعناها كانت الاقصر واسوان مع العائله. جو هناك حلو طبعا. طلعنا كروزه يعني عن في النيل. وكان كان جو جميل جدا طبعا. Chtěl bych říct, že jsem paradoxně zjistil, že někteří naši mladí hráči třeba doteďka nebyli v Gíze na pyramidách. وانا يعني مع مع شغلي مع اللعيبه يعني عرفت ان معظم اللعيبه اللي موجوده عندنا في القطاع ما زاروش الهرم يعني دي كانت حاجه غريبه بالنسبه لي. ابوزور مام في بلانو že by součástí rozvoje mladých hráčů měl být jakoby i celospolečenský rozvoj osobnosti a že bychom mohli jako klub i tyto věci organizovat pro mladých hráče. Si myslím, že to je správně. انا عندي في المخطط بتاعي والحاجات اللي يعني اتمنى ان انا اعملها في القطاع ان احنا نطور كمان شخصيه اللاعب وثقافته عموما وان احنا ممكن نادي كبير زي النادي الاهلي ممكن بعد كده يعني ننظم رحلات للاثار للعيبه بحيث نطورهم كمان ثقافيا كمان فكري. دي فكره فكري. اكيد فكره كويسه جدا. من ضمن برضو تطوير اللعيبه اللي حريص عليها مستر بروكيتش بعد المباريات دايما بيجمع لقطات اللقطات السلبيه او اللي فيها اخطاء وبيحضر اللعيبه وبيعرف كل لاعب الخطا بتاعه علشان يبدا يشوف الاخطاء بتاعته وبعد كده يعني يبقى في افضل في المباريات. Děkuju, tohle je velmi důležitý moment celého našeho procesu, protože pomocí analýz my vlastně sjednocujeme spolupráci s trenéry a zároveň i s hráči. Komunikace je v tom výchova. طبعا دي حاجه مهمه جدا في تطوير اللاعبين عندنا في قطاع الناشئين والحاجات اللي احنا بنعملها. احنا على طول بنعمل محاضرات تحليليه ومحاضرات عموما يعني للعيبه وللمدربين وبنربط شغل المدربين الفنيين والجهاز الفنيه وشغل اللاعبين وبيبقى فيها كمان مش نتكلم بس فيها عن واحد الفنيه بس والتكتيكيه لكن بنتكلم عن حاجات كتير ثانيه يعني. A samozřejmě my se zaměřujeme na odstraňování chyb, ale daleko víc řešíme to, co ty hráči zvládají dobře. Hodně se snažíme myslet pozitivně a podporovat je. وطبعا احنا طبعا بنشتغل على الاخطاء اللي احنا بنشوفها على اللعيبه بس دي مش هو ده الشغل الاساسي. احنا بنشتغل اكتر, احنا بنحاول نكون بوزيتيف في الـ في الـ في, الـ في الشغل بتاعنا. بنشتغل على المزايا اللي عند اللعيبه عندنا وبنحاول نتطورها, فاحنا بنشتغل اكتر على المزايا من مع يعني تصليح الاخطاء اللعيبه. شايف برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا توحيد طرق اللعب. يعني النهاردة في قطاع الناشئين بيلعبوا 4-2-3-1 برضو ممكن يلعبوا 3-4-3 زي الفريق الأول. النهاردة اللاعب لما يطلع لمباراة مع الفريق الأول ما تفاجئش, نفس الأسلوب نفس الطريقة متحفظ تحت قطاع الناشئين. Takže oni je dobře připravený v finanském sektoru a není překvapený, když hraje za Aten. Já moc děkuji za krásné otázky, které mi dneska. Šéf il muhadarat hena dvati. Tady jsou ty muhadarat ta Nasser Brokic, a on vyšrach lil la'iba, bychali il mudarribin, tum tkallim. Tak i trenéři to tak ještě to vedou. Ano, my učíme i trenéry komunikaci, že jo. Aha, bardo v il muhadarat bin bardo bin allim wa ntawwir mudarribin andana uslub il communication wa tawasul. Protože trenér je dneska i manažer. عشان المدير الفني دلوقتي مش مدير فني فقط لكن هو مدير برضه. يعني ليش فيدي فوتبال ايشته موسي اوميت هو بشنست هو اصلا учитель موسي ايشته اوميت ناوتش. ولو المدير لو مدرب عارف كوره فاهم كوره فلازم برضه يكون عنده القابليه القدره ان هو يوصل المعلومه, عشان المدربين في قطاع الناشئين عاملين زي المعلمين, هو معلم مدرس يعني. Jinak co se týče propojení s týmem, tak jednoznačně si myslím, že jsme velmi blízko v tom způsobu uvažování o fotbale. O بالنسبه لربط اسلوب اللعب بالفريق الاول فانا اعتقد ان احنا قريبين جدا في التفكير في وجهات النظر في الكوره عموما يعني وفي اسلوب اللعب. Nicméně my neřešíme tolik rozestavení v sektoru, my řešíme způsob hry a on je velký rozdíl. Uzaj ma hadadak qult ahna fi qita' an-nashiin ma binhallish aw binkallimsh ala tariqat al-la'b 4-4-2 wa 4-3-3 lakin ahna binkallim ala tul ala uslub al-la'b wa mabadi' al-la'b andana mabadi' al-la'b. Protože za 5 let až třeba 2006 dojdou do dospělého fotbalu, už se ten fotbal může být někde jinde. Takže my musíme dneska ty hráče připravovat na jakýkoliv rozestavení. A šem misel, yani 2006 kemen 5 tým, بعد كده yani توصلوا هيوصلوا للكره بروفيشنال وبعد كده لعبوا في فرقه والكره بتتطور طبعا فلازم احنا نكون مجهزين اللعيبه عندنا في قطاع الناشئين لاي
تشكيل يعني لاي اسلوب لعب، لازم يكون جاهز في نجهز اللعيبه عليه يعني في قطاع الناشئين. وانت بتتابع قطاع يعني الدوريات كلها، كل الدوريات تكون موجود مع المديرين الفنيين، بتسافر معاهم ابرز الحاجات اللي انت تتمنى انها تتغير في قطاعات الناشئين عشان نرتقي بمستوى بتاع قطاعات الناشئين. Nejvíc bych si přál získat stabilitu pro trenéry, protože vlastně trenéři jsou ta hodnota, která zhodnocuje ty hráče. To znamená, abych si hrozně přál, abychom získali stabilitu trenérů. اول حاجه انا بتمنى ان يكون في ستابيليتي واستقرار من ناحيه المدربين الفنيين، يعني المدربين يكون فيها استقرار، ما حدش يمشي كتير وما حدش يجي كتير، يكون فيها استقرار. عايزتي او استني اختك كلوب خد. To jasně, pak samozřejmě bych si velmi přál, abychom i posílili fitness zónu, to znamená, abychom se ještě víc mohli zaměřit na tu kondiční složku. وبرضه من الحاجات اللي انا بتمناها وفي البلان يعني بتاعتي ان انا نطور او نستثمر اكتر في من ناحيه اللياقه البدنيه ونطورها اكتر، ما هي احنا طورنا حاجات فيها لكن نتمنى نطورها اكتر. No a samozřejmě my sledujeme v průběhu společně s mým týmem, který se věnuje analytice, tak sledujeme jak egyptskou ligu, tak sledujeme samozřejmě špičkový evropský soutěže, abychom viděli, kam se fotbal vyvíjí, abychom byli stále aktuální. A انا مع فريق التحليل بتاعي مش بتابع بس الدوريات المصريه يعني او الماتشات اللي في مصر بس، لكن احنا برضه بنتابع الدوريات العالميه عشان نكون على درايه وعلى علم بالكره العالميه رايحه لفين. طبعا وانت موجود معانا النهارده اكيد لازم نسالك عن النادي الاهلي ومشاركته في كاس العالم للانديه في محفل عالمي. اسم النادي الاهلي اسم كبير في الكره الافريقيه، في الكره العالميه دلوقتي. شايف النادي الاهلي وصوله للمنصات الكبيره دي، حتى حصوله على المركز الثالث كاس العالم للانديه السابق ازاي؟ A je to pro nás i krásná mezikontinentální konfrontace a my hrozně moc potřebujeme. انا طبعا مبسوط جدا من النجاح ده ومبسوط جدا بشغلي في نادي كبير زي النادي الاهلي، وان في كاس العالم الانديه ده بيبقى النادي الاهلي بيلعب مع كذا نادي من كذا قاره، وده يبقى فيه يعني مقارنه وتقييم للكرة المصرية مع أسلوب لعب مختلف في كذا قارة يعني. مستر بروكيتش شرفتنا ونورتنا. نتمنى إن شاء الله الحلقة الجاية وإحنا بنستضيفك يكون في نجاحات أكبر وأكبر. دايما معودنا على نجاحات في قطاع الناشئين، وأكبر نجاح شفناه عدد كبير من اللعيبة موجودة مع الفريق الأول. Já moc děkuju, ještě jednou chci poděkovat za pozvání. Cítil jsem se fantasticky a moc mě těší zájem o mládež. Ana taban bashkurukum jami'an wa shukran ala al-istidafa wa ala al-da'wa wa muqaddar jiddan ihtimamkum wa ihtimam an-nadi wa al-qana' bi qita' an-nashi'in fi an-nadi al-ahli. اخيرا بس بكره منتخب مصر هيلعب امام كوت ديفوار، توقعك بكره او امالك؟ Tak přeju si úspěch samozřejmě, protože už jsem částečně Egypťan. Taban emeli a otemen, taban nagajah, taban muntachob Masr jiksav. Chalas bejt Masr dělati. هو لسه قايل انا كلت كل الحواوشي خلاص ورسي يد الحواوشي وزار الاقصر واسوان والاهرامات بيتكلم عربي شويه شويه بيتكلم عربي. طب ايه ابرز الكلمات العربي اللي بيتكلمها كويس دلوقتي؟ جيت اوش هودني سلوفا. انا عارف كلمات كثيره جدا عربي. طب قول لنا عشان دوكونس ابراهيم يجري ليش بوسوخام تاك ريكا جي سكورو رزومي. وساعات لما بنتكلم عربي بيفهمنا يعني شويه. تاكشي تاكويتي فيتسي بوزدرافيت ترميني كل التحيات اسلم على حد صباح الخير. خليه يقول بالعربي دلوقتي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. ما عندوش فكره. ما عندوش فكره. عنده فكره. عنده فكره. كله تمام، كله كويس. هودني صلف وش كوي افراز كثيره وتعبيرات كمان كثير اعرفها باللغه العربيه او بالمصري. يشتي سمي بتال كابتن سمي بتال سو تشيكا فام زيكرا تشيكا فيلمي تشكي زابا. وانت برضه يا كابتن سالتني اتوقع ايه بكره يعني؟ أيوة. فانا اتوقع بكره ماتش صعب يعني. تمام. اتوقع يعني. اي يشتي انه دروبنوست
Chci využít, že jsem v televizi, chci poděkovat trenerovi brankáři Michelovi z A týmu, protože nám obrovský pomáhá v sektoru, je to fantastický člověk. وعايز برضه استغل الفرصه ان انا موجود معاكم على قناه النادي الاهلي ان انا اشكر ميشيل مدرب حراس المرمى الفريق الاول ميشيل يانكون جدا عشان هو بيساعدنا جدا في الشغل مع حراس المرمى بيزور برضه قطاع الناشئين وفي زيارات متكرره بيجي يتفرج على المباريات هو زارنا يعني زارنا كذا مره بالفعل وكان في زياره يعني قريبه Ta komunikace s ním je fantastická. Uslub tawasul ma'a taban gay jiddan, kwais jiddan. Ještě chci dodatečně poděkovat trenérovi Musimanimu a jeho realizačnímu týmu a samozřejmě i Saidovi za to, jakým způsobem ta komunikace probíhá. Wa ashkur taban kapten Musimani wa jhaz al-fanni bta'a wa kapten Said al-Hafiz ala tariqat al-ta'awun ma'ana wa tariqat al-tawasul ma'ana. Khali balak amil jil للنادي الاهلي جاي في حراسه المرمى كمان يعني بنشوف صفا شوبير بنشوف حمزه علاء بنشوف مصطفى مخلوف عندنا لعيبه او حراس ما شاء الله واعده صاعده للنادي الاهلي وللكره المصريه بوتنسيال للكره الاهلي ابرو ايجيبسكي فوتبول متفق طبعا معاك يا كابتن بنشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك كل التوفيق شكرا جزيلا بشكرك يا دكتور ابراهيم شكرا يا كابتن بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده بشكر مستر بروكيتش المدير الفني الاجنبي لقطاع الناشئين النادي الاهلي وايضا الدكتور ابراهيم منصور اللي قام بعمل الترجمه النهارده زي ما احنا شفنا النجاحات الكبيره خلال الفتره اللي فاتت وخلال الثلاث ماتشات السابقين النجاح الكبير ده ما جاش بالصدفه جه نتيجه تخطيط من ثلاث سنين فاتوا فلوس كتير اتصرفت في قطاع الناشئين عشان نشوف النجاح الكبير والاهم من ده كله وكله من وجهه نظري ان النادي الاهلي رجع يظبط السوق المالي تاني سوق الانتقالات في مصر علشان كده النادي الاهلي بقى عنده صف اول وصف تاني وصف تالت. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم الثلاث على الف خير وحلقه جديده من الاشبال.